بترك سؤال هذا اليوم اللي قاعد يطرح اليوم أن تشكيل هيئة عليا للنظر في تزوير الجنسية. أنت قد الحفاظ على الهوية الوطنية مطلب، لكن أنت ليش ما تأخذ الجانب الآخر؟ يعني إذا جت لك حالة مثلا شلون راح تتعامل وياها؟ جت حالة أبو تركي شخص يعني والعياذ بالله ابن غير شرعي، اكتشف بعدين هذا وفقا للفحص ولا شيء أن هذا ابن غير شرعي، هذا بالحالة هو مو مزور، هو ابن غير شرعي، لكن أنت حتى وفقا للشرع ينسب للزوج، شلون بتروح تميز بين هذا ابن غير شرعي وبين هذا مزور أضيف على جنسية مثلا فلان أو واحد خذ فلوس وحطه على اسمه؟ هذه مشكلة كارثة راح تصير. وبعدين يعني عشان كارثة أنا أتحمل أدفع ثمن كامل، وطن يدفع ثمن تجاوزات مواطنين؟ أنا اللي أعرفه إن الناس والمواطنين يضحون من أجل الوطن. زين عرفت عليك؟ لكن إن الوطن يضحي من أجل المواطنين، كشف أسرار ناس قد يكون فيها في الحالة. يعني مو أسرار ناس، هذه الناس ناس أخطأوا. إذا أنت بتسجل باسمك عرفت علي تحمل، هذه فيها فضيحة، فيها فضيحة عليك أنت يا أخي، عليك أنت يا من تجاوزت شرع الله، تجاوزت قوانين الدولة، تجاوزت المنطق والعيب. وبعدين تقول لا والله الحكومة الدولة لازم تتحمل عني، كل واحد أنا غلط بس الدولة تتحمل عني، هذا حكي، هذا منطق. لا، يدفع الثمن. وبعدين إذا طلع مثلا الأبو مات مثلا، أسف المثال، ممكن العيال، يا أخي العيال شوف لهم معاملة، شوف لهم تسوية معينة، لكن ما يبقى كويتي وينافس عيالي على البيت، ينافس عيالي على التعليم، ينافس عيالي على مزرعة، ينافس عيالي غير القصة هذه، هذا غير قصة. فيعني احنا نقول الحق حق ان يتبع. انت مؤيد ان يكون عندنا لجنة عليا الجنسية؟ طبعا، ولها السلطات مطلقة بعيد عن رقابة مجلس الأمة. بصمة وراثية ويصير؟ لا، بصمة وراثية اذا في شك بشخص بعائلة معينة ولا كذا، حيث البصمة الوراثية ايش المشكلة؟ البصمة الوراثية مو عيب، البصمة الوراثية الان قاعد تستخدم المحاكم، اي ادعاء انت تروح على طول على البصمة الوراثية. انا حسين ترى والسادة المشاهدين، انا عندي اصابة اشتغلت من بعد التحرير، ما في احد يقدر يحدد التاريخ، ولكن انتهت في 2007. شنو هي هذه؟ هذه اصابه من 15 شخص منهم كويتيين، صدر عليهم حكم، وصدر عليهم حكم تمييز ب 2008. ها، يبيعون جناسي، يبيعون جنسيه الكويت، والجنسيه كل واحده لها سعر، يعني في درجه اولى. في طالما صدر فيهم حكم، ليش ما تم التحقيق في والحكم أكثر؟ المحكمه التمييز يحث الحكومه حث اوكي على تمحيص ملفات الجنسيه من جديد، لان هذه العصابه تشتغل بالاداره الجنسيه، وبالتالي ما ندري احنا حجم التلاعب اللي سووه ايش كثره. مع ذلك الحكومه ما قدرت. ليش الحكومه؟ لانها خايفه، هي خايفه على عظام مجلس الامه، خايفه ما تقدر الحكومه تواجه مع وجود اعضاء. اكو هي اقول لك الحين اربع جنازه سحبتهم بتلشت بلشه، وما عندنا راي عام مستنير اللي يقول لهم عيب اللي قاعد تسوونه هذا، ما عندنا راي عام مستنير يقول لهم ما يجوز مزور ترد له جنسيته، ما عندنا راي عام مستنير يحاسبهم. على حد الآن عفو عفو عفو.